لكم يا جماعة، صباح الخير عليكم. قناة بحر المنوعات، ان شاء الله زي ما انتم عارفين ان احنا وصلنا 50,000 مشترك على القناة. فدلوقتي طبعا في شقة للبيع، هي في بلاد دكرور، اللي عايز يشتريها وللجادين بس شوية يسيب تعليق، بس الناس الجادة تسيب تعليق. التفاصيل اكتر هتلاقوها معايا. اللي عايز الشقة دي يا جماعة، هي في بلاد دكرور، هي عبارة عن غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. هي في الدور الخامس. وطبعا هصور لكم طبعا الشارع دلوقتي والدخلة بتاعت البيت. طبعا دي الشقة قدامكم دلوقتي، اهوت المطبخ اهو، المطبخ اهي، ودي الصالة، ده رب الشقة اهو. طبعا للجادين بس يا جماعة، اللي عايز يشتري الشقة، الشقة موجودة دلوقتي في بلاد دكرور في شارع ناهية. طبعا شارع ناهية الناس كلها عارفاه، في بلاد دكرور، بلاد دكرور محافظة الجيزة. اللي عايز الشقة يا جماعة للجادين بس، الشقة موجودة. ودي طبعا البلكونة اهي، البلكونة على الشارع طبعا اهي. وطبعا هوريكم اهوت، دوت الشارع اهو، دي دخلة البيت، باب حديد اهو زي ما انتم شايفين. للجادين بس يا جماعة، الشقة للبيع مش للإيجار، ولا الإيجار القديم ولا الإيجار الجديد. وادي السلم، البيت جميل جدا، في كل حاجة، كل حاجة تلاقيها فيه، غاز، عداد كهرباء، كل حاجة موجودة فيه. الجادين بس يكلموني، ولو عايز يستلم الشقة يستلمها في أي وقت. بس الناس الجادة، سعرها طبعا، سعرها اللي عايز يعرف سعرها، اللي عايز يعرف سعرها يا جماعة زي ما قلت لكم يسيب تعليق وأنا هرد عليه على طول. بس الناس الجادة يعني، عايزين ناس جد كده ونشوف الموضوع ده. اللي عايز يشتري شقة في بلاد دكرور شارع ناهية يسيب تعليق، وهقول لكم السعر والتفاصيل وكل حاجة. بس إن شاء الله الناس كلها تعجبها الشقة. يلا سيب تعليق ومتنساش تشترك في القناة.